السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق المنتخب الأرجنتيني والألماني. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف نقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم للناشئين التي ستجمع بين منتخب ألمانيا ومنتخب الأرجنتين، في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للدور القادم، ويسعى فيها المنتخبين من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم هذه المباراة المهمة التي ينتظرها محبي وعشاق المنتخبين. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.